اكس لارج ولا ايه؟ الحمد لله على السلامة. سلمان. سلمان. اهلا يا دكتور. اختي مصدعاني بيك على طول. ازيك ازاي؟ خش تعالى. اتفضل. ازيك ازاي؟ وانت اصلا الوحيد اللي اصيل وبتسال عليا. وحشتني وحشتني قوي 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 يا عامر. ايه الاخبار بقى ها؟ كله كويس؟ هتاكل ولا هتشرب؟ عامل لك شاي بلبن. انت بتحب الشاي بلبن يا بنتي؟ شويه ولا تاخد دش؟ بص هجهز لك الحمام بقى، تاخد دش وتفوق. استنى ثانيه، انت عملت فيها ايه؟ ولا تنام؟ تنام، انت محتاج تنام. يا هند هند, صح؟ هند هند بالراحه. على فكره انا ما عملت لهاش حاجه يا بنت. الطيارات ديت حاجه سهله كده بالنسبه لنا، التريلات هي اللي صعبه. طيب احكي لي بس، قول لي بقى كل حاجه، ايه اللي حصل وعملت ايه واخبار صابرين ايه؟ صابرين كويسه، بس امها بقى القبلتين لسع والبجهات ضربه ومحتاجه تتظبط شويه. ليه يعني؟ ان شاء الله، والله العظيم اسافر لها دلوقتي حالا. شكرا يا هنود، سايبينك للتقيله. وحشتني قوي يا عامر. وانت كمان والله. الحمد لله على السلامه يا عامر. الله يسلمك يا دكتوره. طب بص بقى، انت لسه راجع من السفر واكيد جعان، انا هعمل لك لقمه كده تصبر نفسك بيها. ماشي، اهو ناكل لقمه مع الدكتور. ماشي، ثانيه واحده. على فكره اكلها حلو قوي. اختي ده انا اللي مربيها ومعلمها الطبيخ. وانت حضرتك بقى دكتور ولا ايه ظروفك بالظبط؟ ايوه يا دكتور. دكتور؟ طب كويس بقى عشان تشوف لي قلبه البطن اللي حصلت لي من الطياره دي. لا مش دكتور زي ده، انا دكتور كلام. دكتور كلام؟ انف واذن وحنجره يعني؟ لا انا بدرس لغه في معهد ثقافي اسباني. معهد ثقافي الاسباني؟ انت شغال في اسبانيا بقى؟ لا في الدقي. في الدقي؟ مركز الثقافي الناس بيروحوه ده؟ طب ما جنبه المركز الثقافي الفرنسي، ما كنت تخش هناك، شكلك فرنساوي زي الفل يعني. عامر انا اسباني مش فرنساوي. طب بتدرس ايه هناك بقى حضرتك يعني؟ فلسفة كلام. فلسفة كلام؟ آه. هو الكلام محتاج فلسفة يا دكتورة برضو. يا عامر فلسفة في كل حاجة. ما تعرضهاش بس يا دكتور وتكبر الموضوع. بس بيني وبينك أحسن مكان تعمل فيه الدكتوراه في الهري وفي الكلام عندنا هنا، بصراحة أحلى رغي. إن شاء الله أحلى الدكتوراه. معك حق.